السلام عليكم. نهارك مبارك بالصلاة على النبي. وعليكم السلام. مرحبا عمي أبي يعقوب. أهلي وسهلي معلم. بدي أسألك سؤال، بلاي عندك شي طربوش هيك وبدلة خارقة خارقة خارج هالشب الحنطي؟ ايه أنا اللي عندي أكبر قياس ولادي بلبسك لبس. ايه ولدك شي ما ينفعك. شبنا مطميطو شبنا هدينا هيك قياسك أنت شي. لك خلصنا مطميطو. كم مرة بدي أقول لك يا لسه بتحسس؟ عم نقول لك رجال بتنزان بعقلها مو بأحجامها. خلص مرق له إياها. هي مرقناها كرمال العين. إيه يا أبي يعقوب، وبدي بدلة. شو بدلة؟ بدي بدلة بتمزع ضمانات العقل، تنزل علي سكب من فوق لتحت، يعني البدلة بدي إياها تكون قادرة. ليش شو ناوي تغير حلاسك يعني؟ الفنان يحقه له ما يحقه لغيري، وكل شي عطل بطل يا جاهل. عم بتقلي جاهل لحمة طميطه؟ جاهل وستين جاهل، ابني آدم بيقدم لقدام، مو بيرجع لورا. ايوه. ايه مثل ما بدكم. تصف له عمي، المهم هلا، كم يوم بدك البدلة؟ كم يوم بدها لتصل من باريس؟ هي لأنه نحن ما نلبس إلا أجنبي. ملبوس الهنا إن شاء الله. اسمع لقلك أبي يعقوب، اليوم عازمك على افتتاح جوقتي. قسماً بذات الله إذا ما بتجي لأن أرق منك أرقى ما صارت ولا حصلت. صلاة محمد، وين الحفلة؟ خمرت أسير العشق لصاحبها أبو الصبح الدغري. بس أنا ما بشرب منكر عمي. لك شبنا عمي، نص اللي جايين ما بيشربوا، رح نجيب لهم عرق سوس. ما بيشرب عرق سوس وبقضيها ناشفة يعني؟ لا يا أبي يعقوب، لا ما حبيتها منك بنوب. نحن منقصر بواجبك شي، وحياتك لجيب لك تبرندي.